بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ونشرة السادسة تأتيكم عبر قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: مهندس محمود طارق يكرم أبطال الكاراتيه، هو أحمد الشيخ وهشام محمد وأزارو ضمن قائمة الأهلي الأفريقية، وقيد 11 لاعبا في قائمة الأهلي المحلية للموسم الجديد. أبدأ أول أخباري مع حضراتكم. أعلن الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قائد الثلاثي أحمد الشيخ ووليد أزارو وهشام محمد في قائمة الأهلي الإفريقية. وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الأهلي أرسل أسماء الثلاثي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لقيدهم بقائمة الأهلي قبل إغلاق باب القيد مساء اليوم الجمعة بإذن الله. يذكر أن الأهلي سيواجه فريق الترجي التونسي في دور الثمانية بالبطولة الأفريقية منتصف شهر سبتمبر المقبل. انتظم اللاعب حسام غالي في المران الجماعي للفريق صباح اليوم. كان حسام غالي قد غاب عن مران أمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لإنهاء إجراءات سفره للسعودية بعد الموافقة على انتقاله لفريق النصر السعودي. كما شارك اللاعب مؤمن زكريا في التدريبات الجماعية بعد تخلصه من الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه عقب مباراة سموحة في نصف نهائي كأس مصر. كان مؤمن قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، ولكنه تعافى وأعلن جاهزيته لمباراة نهائي الكأس الثلاثاء المقبل بإذن الله. ظهر الصفقة الجديدة اللاعب أيمن أشرف المنتقل حديثا من نادي سموحة للنادي الأهلي في تدريبات الفريق الأول صباح اليوم، حيث شارك في المران لأول مرة. كان النادي الأهلي قد أعلن أمس الخميس تعاقده مع اللاعب لمدة 5 سنوات. وصل كريم وليد ندبت لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي اداء التدريبات التاهيليه على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعه، ويعاني ندبت من اجهاد في العضله الخلفيه بعده عن المشاركه في المران الجماعي، حيث اكتفى باداء التدريبات التاهيليه ويسابق ندبت الزمن ليكون جاهزا لمواجهه المصري الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندريه في نهائي كاس مصر. حصل إسلام محارب لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن من الجهاز الفني الفريق بقيادة الكابتن حسام بدري غياب عن مران الفريق الصباحي اليوم الجمعة. وأدى الفريق مران صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة المصري المهمة بنهائي كأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. يذكر أن إسلام محارب شارك مع الأهلي في مباريات البطولة العربية وسجل هدفا في شباك فريق الوحدة الإماراتي، وحتى الآن لا يسمح للصفقات الجديدة المقيدة من قبل النادي الأهلي في المشاركة في بطولة كأس مصر.
كان لاعب الفريق الاول لكره القدم من نادي الاهلي ادوا مرانهم صباح اليوم الجمعه على استاد مختار التتش بالجزيره استعدادا لمواجهه المصري في نهائي كاس مصر يوم الثلاثاء القادم باستاد برج العرب بالاسكندريه. شارك في المران اللاعبين الاساسيين بعد الراحه التي منحها الجهاز الفني لهم من مران امس عقب لقاء سموحه في نصف نهائي الكاس والذي انتهى بفوز الاهلي برباعيه نظيفه اهلته للمباراه النهائيه. عشان نعرف تفاصيل اكثر بينضم الينا زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا محمد ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ايه اخر اخبار التمرين نادي الاهلي استعدادا لمباراه المصري؟ طبعا النهارده مران اكيد كان مهم جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين خصوصا في عوده لاعبي النادي الاهلي الاساسيين واللي شاركوا في المباراه بشكل اساسي واللي كانوا واخدين راحه في عن مران امس، بالتالي مران كان مهم جدا بالنسبه لهم. النهارده تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين، مجموعه لشركه مران او لشركه المباراه الاخيره امام فريق سموحه بشكل كامل، كان ليهم بعض التدريبات الاستشفائيه ما كملوش حوالي نص ساعه مران النهارده، في المقابل المجموعه الثانيه اللي ما شاركتش في المباراه او اللي شاركوا لبعض الدقائق يمكن كان ليهم تدريبات بدنيه قويه جدا. طبعا ده الكلام ده كله تحت اشراف كابتن حسام البدري، لكن خليني بالتحديد اتكلم عن شكل مران شويه يا محمد. يمكن كان في محاضره في الملعب من قبل كابتن حسام البدري للاعبين اكيد اتكلم فيها عن اهميه مباراه المصري، الموضوع مش محتاج اكيد نهائي بطوله، مباراه كاس مصر اكيد مباراه مهمه جدا، في المقابل ايضا هي مباراه الاهلي والمصري دايما بتمتاز بالنديه وبالقوه، بالتالي كان في بعض التعليمات المحدده لكابتن حسام البدري وشرح للاعبين شكل المران ممكن يكون ازاي النهارده. النهارده كان في بعض التدريبات البدنيه، بعديها كان في تقسيمه كده في نص الملعب وكان فيها بعض الجوانب التكتيكيه اللي الكابتن حسام البدري يمكن كان مركز عليها بشكل كبير قوي النهارده. ايضا كان في تدريبات على الكرات العرضيه بالنسبه للمدافعين والمهاجمين بالنسبه لفريق النادي الاهلي لاعبي النادي الاهلي النهارده. مع نهايه المران كان في تقسيمه نهائيه شارك فيها جميع اللاعبين وادوا بشكل جيد جدا، وكان في بعض التوجيهات من قبل كابتن حسام البدري للاعبين خلال التقسيمه دي، والواضح يعني خليني اقول لك ان في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي ومن الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا ان احنا بطوله كاس مصر بقى لنا كتير ما خدناهاش محمد حوالي 10 سنين، لكن ان شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير لاداء هذه المباراه وان هم ان شاء الله يحصدوا لقب كاس مصر وينضم لدولاب بطولات النادي الاهلي. طب امير عايز اسالك يعني الحاله النفسيه للاعيبه النادي الاهلي بعد طبعا الفوز برباعيه كبيره جدا على فريق سموحه، ماتش المصري فاينل كاس واصبحت بطوله خاصه ما بين النادي الاهلي وما بين النادي المصري، لان ايضا المصري بقاله كتير برده هو كمان داخلين على 19 سنه او 18 سنه ما خدوش بطوله كاس مصر، شايف الحاله كانت ازاي قبل دخول التمرين وجوه التمرين؟ هل كان في نديه؟ هل في جديه شديده؟ ولا هل كان في نوع من انواع الفرحه لان النادي الاهلي كان كسبان بفارق كبير امام سموحه؟ من الناحية المعنوية طبعا الحالة المعنوية مرتفعة جدا بالنسبة للاعبي النادي الأهلي خصوصا بعد الفوز الكبير والأداء المقنع خلال مباراة سموحة، بالتالي كان لاعبي النادي الأهلي مبسوطين جدا والجهاز الفني أكيد مبسوطين جدا من الأداء في مباراة سموحة، أيضا كانت الروح المعنوية عالية جدا، لكن خليني أقول لك إن التركيز كان سمة المران النهاردة، لاعبي النادي الأهلي كانوا مركزين بشكل كبير جدا، في جدية واضحة بشكل كبير قوي على وجوه اللاعبين، طبعا خصوصا ان هي مباراه تعتبر مباراه قمه برضه، فريق المصري من الفرق الكبيره وادى مباراه امام فريق الزمالك في نصف نهائي كاس مصر، مباراه كانت قويه جدا في بعض العناصر الشابه بالنسبه لهم، وده اللي اكيد اتكلم فيه كابتن حسام البدري مع اللاعبين، بالتالي لاعبي النادي الاهلي خلاص مش محتاجين كلام عن اهميه هذه المباراه، فبالتالي هم اكيد مركزين كل التركيز الفوز وتخطي هذه العقبه والفوز ببطوله كاس مصر، لكن خليني بالتحديد اتكلم عن حالات بعض اللاعبين يا محمد. يمكن سعد سمير بنسبه كبيره خلاص مش هيلحق المباراه النهائيه، لسه سعد عنده زي شد كده في الاماميه، نفس الحال بالنسبه لكريم نيدفيد موقفه لسه ما تحددش قوي برده، عنده اجهاد في العضله الخلفيه. بالنسبه لاحمد الشيخ النهارده ما كانش متواجد في مران النادي الاهلي عشان انضم للمنتخب المحليين، النهارده كانت اول مشاركه لايمن اشرف لاعب النادي الاهلي الجديد، وبالمناسبه برضه كان عنده بعض التدريبات الاستشفائيه زي ما احنا عارفين، هو شارك في مباراه الاهلي وسموحه كلاعب لفريق سموحه 90 دقيقه، بالتالي كان عنده بعض التدريبات الاستشفائيه النهارده وكان اول مران بالنسبه له مع لاعبي النادي الاهلي. طب امير عايز اسالك على مؤمن، ايه اخر اخبار مؤمن؟ مؤمن النهارده شارك في التدريبات، يمكن مؤمن امبارح ما كانش شارك يمكن كان عنده اجهاد كده، لكن النهارده شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا، مؤمن يعني جاهز بشكل كبير جدا من خلال المران النهارده شارك بشكل كامل يعني. ف
فبالتالي مؤمن اصبح جاهز طبعا لمباراه مهمه زي دي، مباراه مصري وان شاء الله في النهائي. طب عايز اسالك ازاي استقبل اللعيبه حسام غالي بعد ما وافق على انتقاله للنصر السعودي؟ طبعا استقبال، يمكن استقبال عادي جدا. بعض اللاعبين اكيد او كل اللاعبين زعلانين من حسام غالي هيسيب الفريق ويمشي، لكن طبعا حسام غالي اكيد ادرى بقراراته، لكن طبعا العلاقه ما بين حسام غالي وبقيه اللاعبين علاقه جيده جدا ورائعه جدا، ويمكن كلهم عايزين يفوزوا باللقب ده عشان يهدوه لحسام غالي. يمكن هتكون اخر مباراه ليه مع النادي الاهلي امام فريق المصري، وممكن تكون اخر بطوله ليه مع النادي الاهلي ان شاء الله، لكن اكيد كان استقبال عادي جدا. حسام غالي ما كانش شارك في المران امبارح عشان كان عنده بعض الاجراءات اللي بينهيها خلاص بعد انتقاله لفريق النصر السعودي بشكل رسمي، لكن هيبقى حسام غالي اكيد قيمه كبيره ورمز كبير بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام. امير هشام زميلنا ومراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. أعلن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تجديد عقدي الثنائي فوزي الحناوي وأحمد ياسر ريان للاعب الفريق الأول لمدة 5 سنوات. وأوضح الكابتن عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وافق على تمديد عقد الثنائي بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه في تدريبات الفريق منذ تصعيدهما للفريق الأول، مشيرا أن الحناوي وريان هما مستقبل النادي الأهلي في السنوات المقبلة. وافق الجهاز الفني الفريق الاول لكره القدم بقياده الكابتن حسام البدري على اعاره فوزي الحناوي لاعب الفريق الى صفوف نادي الاتحاد السكندري لمده عام. وجاءت اعاره اللاعب للاتحاد السكندري لاكتساب المزيد من الخبرات من خلال المشاركه اكثر في مباريات الدوري على ان يعود للاهلي بعد ذلك، خصوصا انه من افضل اللاعبين المميزين. أرسل النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة اليوم الجمعة قائمة تضم 11 لاعبا لقيدهم في قائمة الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد. ضمت القائمة كل من المغربي وليد أزارو وإسلام محارب، أحمد الشيخ وأيمن أشرف وهشام محمد، بجانب اللاعبي الشباب أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وكريم ندبت وعمر رضوان وأحمد حمدي وأحمد رمضان بكم. كان اتحاد الكرة قد فتح باب القيد للأندية يوم 10 حتى 17 أغسطس، ومن المنتظر أن يستكمل الأهلي قائمته النهائية يوم 17 أغسطس بإذن الله. انضم احمد الشيخ لاعب فريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي الى منتخب المحليين مساء امس الخميس في معسكره المقام حاليا في الاسكندريه، وايضا سينضم ايمن اشرف لاعب ايضا الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي الى المعسكر عقب مران اليوم. واعتذر اللاعب هشام محمد عن عدم الانضمام للمعسكر وابلغ الجهاز الفني تليفونيا باصابته في العضلة الأمامية وأنه يحتاج إلى فترة راحة قبل التعافي. يستعد منتخب المحليين لمغلقات منتخب المغرب في 7 مساء الأحد المقبل بإستاد الإسكندرية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين لكينيا العام المقبل. إلى اتحاد الكرة يواصل منتخب المحليين تدريباته في معسكره بالإسكندرية استعدادا للقاء المنتخب المغربي في 13 و18 أغسطس الجاري بالإسكندرية والرباط في تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2018 في كينيا.
كان كابتن حمادة صدقي قد قاد المران، المدير الفني ومعونوه هشام عبد المنعم المدرب العام، تامر حسن المدرب، وخالد مصطفى مدرب حراس المرمى. شارك في المران 21 لاعبا هم عماد السيد ومصعب عوض، محمد عواد وعاصم صلاح، محمد رزق وحسين الشحات، رجب نبيل ومحمد عنتر واحمد مدبولي واحمد داوودة واحمد عبد العزيز، حماده فاروق وطارق ابو العز وصلاح محسن ومحمد جابر ومحمود غالي ومحمد فتحي، محمود متولي وابراهيم حسن ووجيه عبد الحكيم. وعلى نفس الصعيد وصلت بعثة المنتخب المغربي للمحليين إلى مطار برج العرب فجر اليوم الجمعة، وكان في استقبال البعثة وفدا من اتحاد الكرة ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم. ويستعد المنتخب المغربي لملاقات منتخب مصر للمحليين يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية بحضور 10,000 متفرج. إلى متابعة الألعاب الأخرى، يكرم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أبطال الكاراتيه بالنادي في حفل خاص بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر بعد قريب. يأتي حفل التكريم للمهندس محمود طاهر لأبطال الكاراتيه نظرا للإنجازات الكثيرة التي حققها أبطال اللعبة في النادي فيها في خلال الموسم الماضي. من المقرر أن يتم تكريم أبطال الأهلي في الكاراتيه بداية من مرحلة البراعم وحتى سن 18 سنة في منافسات الكاتا والكوميتيه جماعي وفردي بنين وبنات. افتتح جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي بقياده رئيس الجهاز الدكتور مراد عاصم ومدير الجهاز الدكتور محمد حسن مدارس ابيض الكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصه والقدرات الفائقه. واقيمت اليوم بصاله النادي بمقر الجزيره اولى اختبارات الحزام بمدرسه ذوي الاحتياجات الخاصه القدرات الفائقه، ويشرف على المدرسه الكابتن محمد حمدي مدرب الكاراتيه بالنادي الاهلي ومنتخب مصر. ومن المقرر ان يتم افتتاح مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه في مقر الجزيره وفرع الشيخ زايد، وذلك من اجل توسيع قاعده اللعبه لتمثيل الاهلي ومصر في البطولات العالميه. مزيد من التفاصيل بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك ومنور قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، منوره بيكوا، والف مبروك النتائج والف مبروك ذوي القدرات الخاصه، لان ده كان حلم قديم بنحاول نحققه والحمد لله ان تحقق، وقريب قوي قبل الموسم ده ما ينتهي هيكون عندنا في الثلاث اسبوع لاعبين ذوي القدرات الخاصه يشاركوا في مسابقات الجمهوريه الرسميه. الاتحاد ابتدى المسابقات دي من حوالي 4 سنين واشتركنا في بطوله عالم فعلا وحققنا ميداليات السنه اللي فاتت، وكان بيقود المنتخب وقتها المرحوم الكابتن هشام منسي مدرب النادي الاهلي البقاء لله، وهو ده في الاسبوع اللي فات اصلا في الموضوع لسه حديث، وان شاء الله الكابتن حمدي يكمل مسيرته ونشوف ولاد الاهلي في كل المراحل متفوقين، وهم عاملين في الحقيقه الشغل السنه دي جامد جدا، عندنا 300 ولد وبنت محققين مراكز في بطولات القاهره والجمهوريه، ده بخلاف التتويج الدولي، و ده انجاز الحقيقه غير مسبوق على مستوى اللعبه او على اي مستوى اي لعبه اخرى، لان احنا
نكاد نكون محتفظين بالصداره لعدد كبير قوي من السنوات وبفارق كبير عن اقرب منافس دي. ما شاء الله يا فندم، صراحه وانجازات الكاراتيه يعني ما شاء الله دايما في تقدم. بس عايز اسال حضرتك يعني ما شاء الله برضو دور ان انا افتح كنادي اهلي جهاز كاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصه، ده دور اجتماعي ودور رياضي في نفس الوقت، خدمه كبيره جدا بيقدمها النادي الاهلي. هي خدمة كبيرة مهمة، أعضاء النادي الأهلي عددهم مش صغير، وإحنا عارفين إن الأولاد دي نسبة من المجتمع موجودة. ولها حقوق. موجودة، هي نسبة موجودة. ولها حقوق، ولها حقوق لازم أن تتوفر، بالإضافة لأن ممارسة الرياضة بوجه عام بتفيد الولاد دي جدا في التدريب على الممارسات البدنية والذهنية، ولعبة الكاراتيه لعبة فيها مجهود ذهني وعضلي كبير وتوافقي، ده هيخلي الولاد دي يقدروا يحققوا على المستوى الاجتماعي تواصل افضل ومستوى تعليمي افضل واحتكاك افضل. فهي المساله ما هياش مقتصره على كونه نشاط رياضي واجتماعي، بل بالعكس احنا عندنا امل ان هذه الممارسه تؤدي لتطورهم حتى على المستوى الطبي، وده مثبت قبل كده من زمان، حاجه مش احنا اللي بنقولها يعني، دي حاجه مثبته من زمان ان الرياضات بوجه عام، وانا بقول ودون تحيز ان الكاراتيه بوجه خاص نتيجه الاحتياج الشديد، لانه التدريبات التوافق بتاعتنا صعبه، كثر التكرار فيها هيمكنهم من انهم يؤدوا وظائفهم الطبيعيه بطريقه اكثر سلاسه. بالظبط كده يا فندم. دكتور مراد، خطوه جدا يعني سعيد بيها جدا، وان شاء الله هتبقى لها جهد واداء ملموس يعني، ومردود كبير باذن الله. ان شاء الله. دكتور مراد، برضه هرجع لحضرتك للكاراتيه بقى العادي، بالنسبه لخطه النادي الاهلي في المرحله الجايه، خلاص احنا ما شاء الله تصدرنا الموسم الماضي باكمله، الموسم الجديد كيف يستعد النادي الاهلي ليخوض منافسات الكاراتيه؟ احنا بدانا فعلا من السنه اللي فاتت التخطيط لهذا الموضوع. فعملنا منتخبات جوه النادي من لاعبي الثلاث فروع بيعملوا احتكاكات دوريه مع بعض، وبيعملوا احتكاكات دوريه مع الفرق الخارجيه. كثفنا عدد وحدات التدريب داخل النادي، يعني الواحد بيتمرن مع مدرب فردي، بيتمرن مع مدرب جماعي، بيتدرب مع مدرب لياقه بدنيه، ضمينا للجهاز لاول مره اخصائي نفسي، اخصائي رياضي نفسي، علشان حمى ما قبل البدايه والمعاناه اللي اللعيبه بتاخدها خاصه في ظل ظروف الضغوط الدراسيه والوقت والمجهود. الحقيقه احنا بنسعى للاحتفاظ بالصداره من خلال ترتيب وتنظيم الجهد على اساسات. طيب النهارده يا فندم مهندس محمود طاهر بيكرم ابطال اللعبه، بالتاكيد ده بيبقى عامل كبير جدا تحفيزي لابطال اللعبه لمواصله المشروع في الانتصارات. اكيد، لان لما اللاعبين النادي واعضاء النادي يشعروا ان مجلس ادارتهم مهتم بانه يشوفهم ويتعرف عليهم ويكافئهم ويكرمهم على انجازاتهم، ده بيديهم حافز وبيديهم جرعه عاليه جدا انهم يستمروا في تحقيق هذا الانجاز. احنا يهمنا ان الولاد قبل ما تبقى متفوقه رياضيا تبقى متفوقه نفسيا وقادره على التحقيق، لان الولاد الصغيرين دول بكره هيبقوا قاده وهيبقوا هم رجال المستقبل وسيداته، فلابد ان احنا نتصرف معاهم من النهارده على هذا الاساس. فانا شايف ان تكريم الفرقه ده شيء لفته كريمه هتأدي ان الولاد دي يعرفوا النادي بتاعهم ويعرفوا قياداته وتخلق جيل جديد يعي ما هو مفهوم الاداره الجماعيه. بالظبط كده، والنادي الاهلي يعني يتصرف في الامور كعائله واحده متحده. دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لسه عندنا اخبار كتير، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث.
شارك في صنع مستقبل نديم. صوتك مهم. الجمعية العمومية يوم 25 أغسطس فرع مدينة نصر. 26 أغسطس فرع الجزيرة. شارك في صنع مستقبل نديم واثبت للجميع إن النادي الأهلي بعد 110 سنة لا يحتاج لمن يكتب له لائحته. الأهلي فوق الجميع. من أحلى المواسم في تاريخ التسعينات، لقاء الأهلي والمقاولين العرب موسم 93-94، الجناح الطائر اللي هي النادي الأهلي. مباراة بالنسبة لنا نهائي. في حد فارق معاك منين وفاول؟ كابتن أحمد صابر حارس مرمى نادي المقاولين العرب. الماتش ده له قصة كبيرة جدا. نجيب مفتوح. كانت مباراة صعبة جدا لينا. رتم الكورة لازم ابقى سريع. الكوره كانت مختلفه، تدخل جوه المنظومه فلازم تبقى بطل. ماتشات زمان غدا الساعه 10 مساء على قناه الاهلي. الان قرر عمرو وردة مهاجم منتخب مصر ونادي فيرنزي البرتغالي ارتداء القميص رقم 74 مع ناديه الجديد والذي ينافس في الدوري البرتغالي الممتاز. وسبق لي وردة ارتداء الرقم 74 خلال فترة لعبه لفريق فانتاليكوس اليوناني قبل أن ينتقل إلى باوك ثم إلى فيرنزي على سبيل الإعارة أيضا من باوك. وقرر وردة ارتداء القميص رقم 74 تكريما لشهداء النادي الأهلي. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تقدم بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يطلب فيه تنظيم بطولة كأس العالم عام 2026. وجاء في بيان الاتحاد المغربي: تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة 11 أغسطس 2017 بطلب استضافة كأس العالم 2026، ووضعت الجامعة ملف ترشيحها لدى اللجان المختصة بهذا الملف بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل احتضان هذا العرس الكروي العالم. ومن المغرب إلى إنجلترا، حيث أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن اللاعب المصري محمد صلاح أثبت منذ اليوم الأول سرعته وقدرته التقنية والتهديفية الرائعة. وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام فريق واتفورد المقرر إقامتها غدا في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز أن الجميع يستطيع رؤية سرعة صلاح وقدراته التكتيكية التي تهدد دفاع أي فريق. تنطلق في 9:45 من مساء اليوم الجمعة أولى مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتقام المباراة الأولى بين فريقي أرسنال وليستر سيتي على استاد الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن. يذكر أن نادي الأرسنال يلعب له المحترف المصري محمد النني نجم خط الوسط، وكان الفريق اللندني توج بكأس الدرع الخيرية منذ عدة أيام على حساب فريق تشيلسي اللندني.
أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا اليوم الجمعة أعلن فيه بقاء لاعبه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو ضمن صفوفه وأنه لن ينظر إلى أي عروض تقدم لضم اللاعب. وأعلنت شبكة سكاي سبورت أن اللاعب يرغب في الرحيل عن النادي الإنجليزي وأنه تقدم بطلب لإدارة ناديه يطلب فيه الرحيل إلى نادي برشلونة الإسباني. وكان نادي برشلونة قد سعى بشكل جاد للحصول على خدمات اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 120 مليون يورو. أكد داني روز الظهير أيسر نادي توتنهام الإنجليزي أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى زملائه وناديه خلال تصريحاته لصحيفة صن البريطانية. وكان روز قد قارن في تصريحاته لصحيفة صن الإنجليزية بين رواتب زملائه في توتنهام ورواتب لاعبي الأندية الكبيرة مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي. وقال روز في بيان له أصدره عبر إحدى وكالات اللاعبين في إنجلترا أنه سيعتذر لزملائه ولرئيس نادي توتنهام عن ما قاله في الحوار الذي أثار جدلا واسعا. ونختتم جولتنا من فرنسا حيث رفض نادي موناكو الفرنسي على العرض المقدم من نادي ميلان الإيطالي لضم مهاجمه الكولومبي راداميل فالكاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أن موناكو يفرض التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة بعد رحيل كل من البرتغالي برناندو سيلفا إلى مانشستر سيتي وتيمو باكايوكو إلى تشيلسي والمدافع بنجامين مندي إلى مانشستر سيتي. وتسعى إدارة موناكو إلى الإبقاء على فالكاو رغم وصوله إلى سن 30 عاما إلا أن أداؤه الموسم الماضي كان أكثر من جيد وكان مساهما في فوز فريقه بلقب الدوري مما جعل إدارة موناكو تتمثل أكثر ببقاء. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. الأخبار البدري تغلبنا على الفرص الضائعة ومواجهة المصري صعبة. الجمهورية سليمان يشيد بإكرام. المساء الأهلي يغلق نفسه 48 ساعة. والوفد أحمد الشيخ ينضم لمعسكر منتخب المحليين. المصري اليوم عبد الحفيظ سنحسم مواجهة المصري مبكرا. الوطن سبورت محارب يغيب عن مران الأهلي لظروف عائلية. الشروق الأهلي يمد عقد مهاجمه الشاب 5 سنوات. الدستور رسميا هشام محمد يغيب عن منتخب المحليين أمام المغرب. فيتو نيدفيد يواصل الغياب عن مران الأهلي الجماعي ويكتفي بالتأهيل. يلا كورة رسميا النصر السعودي يعلن التعاقد مع حسام غالي. دوت مصر الأهلي يحفز نجومه بالمكافآت لعبور المصري.
والبوابة نيوز أيمن أشرف يشارك في مران الأهلي للمرة الأولى. الأهلي.com، الأهلي يقيد أزارو والشيخ وهشام محمد في القائمة الإفريقية. ده كان آخر خبر معانا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.